شباب. انا مرتاح يا عم، لا طيران طيران موت دي تاني. السلام عليكم يا جدعان، عاملين ايه؟ المود الجديد النهارده نزل، فيا جدعان احنا النهارده جايين نعمل حته جيم بلاي طرش في المود ده، فانت كل اللي عليك يا صاحبي وانت بتتفرج على الفيديو ده انك تعمل لايك، اشتراك في القناه، تفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد، واحلى مسا عليكم يا رجاله، قناه الواتس تحت في الديسكريبشن على فكره، القناه دي بتاعي، خش يا زميلي اعمل متابعه هناك علشان بنزل بوستات ونقدر نتواصل مع بعض هناك، احلى مسا عليك يا صاحبي، اسيبكم على الفيديو. سلام. انزل في الحته دي، انزل في الحته دي. تحت. لا لا بلاش تحت اكتر من كده. لا انا نزلت يا باشا، ده في ناس فوق كتير. طب انا جاي لك تحت. طب انا قدامي؟ انا مش عارف اجيلك. مين اللي بيضربه مأمون ابنه؟ سرقوا كلي وسرقوني. فين 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 كتير. فين فين بس خليك جنب انت. هو فين؟ هو فين؟ سرقوا كليتي يا اسطى. انا اقول لك على حاجه دلوقتي. ايه يا حطكوش؟ الله يخرب بيت امي. روح فنش عيل. تلم 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 يا عم انت. وهو انا نازل لك يا دفي. بص نزع عليك بالملي في الملي بالملي. يلا معلم انا سفرك اليوم. فين ده؟ بص بص فين؟ بقول لك ايه؟ انا عامل حاجة مجنونة. يلا دفعة، حاجة مجنونة. كفرني. راح اسيبه يلف نفسه. يلا يلا ايزي عليك. يلا نط. ايه اشيله؟ ايه فوق؟ شيله 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 هيموتني. اسطى بقول لك شيله. انا افتكرتك هتقتله يا عم. اقتله ازاي ما البتاع بيعوم؟ نط لي بقى يا اسطى. واحد اديته واحده كار يا اسطى، اديته واحده كار. يلا في اللي هو طاير وقع نوك من البتاع صح؟ وقع نوك. انت فدش الكلات الثانيه؟ جيب لهم الكلتين بتوعي. ودي ودي انا مش شايف حد. استنى المسدس عمر اثنين. طيب نزل على السطح. خلاص نزلوني على السطح. الواد لقاني فوق راسه. ما قلت لك وقع. توقعش يا عم. هما فوق؟ لعيبة. خلوا لك يعوم. بيعوم. يخش يقتله بيعوم. خش. هو ده؟ بيعوم يا اسطى. يا اسطى هو يا اسطى يا اسطى هو يا اسطى. شمالك نزل تحت. شم حاجة يا اسطى. بيعوم فين؟ يا اسطى خليته يعوم في البتاع الكورة دي. تحت في أنهي حتة؟ بس. اقتله بقى اقتله. جاي بص يفنش ازاي؟ جاي يفنشك. بص ما يعرفوش انا ده. بولولو 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 فسيت في المايه. كبير ليه كبير قوي كده؟ حضرتك فصيت المياه البارده يا اسطى. انا مخليه يعوم يا اسطى. بص ما اعرفش ان يا ابني هو اعرف يعني ايه بيعوم. انا لسه عارف حوار العوم ده حال. طب ماشي. طب انت بتعمل فيها ليه؟ عشان تعرف ان انا لما بقول لك يعوم يبقى لوك يعوم كده جوه. طب انا مش عارف اروح اروح ازاي يا عم. ولا انا فين يا ناخد الريفايف منين يا ابو السيد؟ ما ما تقول لنا نعمل ايه يا ابو السيد؟ فعلها يطلع لك منه ريفايف. خلاص بقى نعرف دلوقتي. يا ابني انا والله كنت بكتب حاجه على الواتس. ياس ولا 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 نسيب له التاني. يا رب ام جي 3 يا رب ام جي بي 90. ايوه مامو. ايوه لف. قوة البول يا بول. عربية كويس يا عم. على الأقل في عربية. أنت هتاكل لي كل ده يا اسطى يعني اللي يشوفه أنا مبسوط قوي كده بجد كده. أنا ستة. واحدة واحدة قدامنا. ها سيبه 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 قدامنا. هذا سوق دخل البيوت أكيد. مش حلو مش حلو اللي هو فينش. هتستنى أنت عشان ما موتكش. لا لا سوء سوء. ورا 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 كمان حلو. أهو قدامنا قدامنا في البيت الأزرق. في البيت الأزرق الكبير. دابوت يا اسطى بجد.
بص الله يخرب بيتك، الله يخرب بيتك يا جدع. والبيت يا اسطى، وفي البيت هنزل تاني ما تموتش. عيب عليك بس انت، انا جبت بس انت، ما عشان كده فكرتها بوت والله. سنت ودي يا اسطى، والله فكرتها بوت فات فوق البيت. متاكد هطير على بيه المسدس، هحاول اعمل لقطه. لا 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 استنى لما انزل لك. وفين ده بقى؟ معاك ريفايف تاني؟ ها ننزل له تاني بقى ناخد لوتنا. معاك ريفايف؟ ايه ده انا صاحب المسدس ازاي؟ كله على نفسه. انا متى ده بوت؟ لا ما هو اكيد مش هيصحوا 9000 مرة. برمي ايه ده؟ ارمي بقى توب وزلط براح. انا هنزل لو الصندوق بتاعي. مع ريفايف فين 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 فين؟ سيبه ريفايف نفسه. عمال ايه في الشلاوي عامل؟ فين بيضرب بوكس اللي ده علم السالك؟ خد البي 90 بتاعي. هات يا جدع يلاقي ايدك تتشل. يا نهار الضحك. ما ضربش منه طلقة. وي 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 وي. نعم نقول لسه معانا واحدة ريفايف، لازم واحد هو يرب. هو سلاح جديد؟ في سلاح جديد اللي بتدي دي بتعمل 30 دي. لا ده سلاح عم بيقول لك معاك بجد والله. مين بقى اللي بيقول لي؟ خد يا اسطى لو هتجيب لك، خد الباص اللي انا وراه. بص دفعة هيجيب المكنة كلها من فول المكنة دي. عينك وحشة. انا نفسي اعرف البتاع الكوباية الزرقاء دي بتعمل ايه؟ بتخليك ترقص؟ بعد يس. سمعته. لا ما تقوليش ازاي يعني ايه يعني عالمي يعني يا اسطى. وقالنا سحب نشتري يا اسطى. انا اتخضيت يا اسطى، انا اتخضيت. عند الجامعة ده قدامي هم في البيت، في البيت الاصفر التاني. سو بتعمل ايه؟ بجيلك بسرعة كده. بجيلك بسرعة؟ ده انت اخرتني بجد والله. والله بجيلك بسرعة على دماغ انا هنا. في البيت هنا. نمسك على البيت ده، مش جول اول افهم الدنيا بس. طب ما نخليها فوق البيت احلى. يلا عم عليهم. يلا يس. اعمل عشان ما دغدغش. لا واحد تحت. وش. الاخير تحت، الاخير تحت. بص دمي. حسب. خد كفر، كفر. سيبه شكله ميت. هاي الفواحد ده. هاي الفواحد يا لهوي. وفاء ورينا الدروب ده فيه ايه؟ اخيرا ما قطش. هتقدر تشيل الدروب وتجري؟ عمر ينفع تضرب وانت راكب البتاع ده؟ بس انا واقف قاعد وراك ازاي؟ هو يضرب ورا البتاع ده يضرب اهو. مش هاد ايه ده؟ وي ايه يا اسطى ده يا اسطى؟ دول مكمبرين فين دول؟ لا واحد ورا الصخرة. شايف شفته؟ يا رب يا ايه البتاع ما عدتش بتظهر الاحمر ليه؟ ولا انا ايه نرمي النت بالاحساس بعد كده ولا؟ يس اخر اثنين. اخر ثلاثة اقصد، بس هما اثنين هنا يعني اللي قدام تقريبا يعني. انت اللي عملته ولا هو؟ ايه البتاع ده هنا. خلينا بقى احنا سنتر زون هنا يا اسطى زي ما احنا، ولا اجي على الصخرة اللي عندك احلى؟ شباب ام جي 3 ده مش ام جي 3 يعني. فكرت ام جي 3 هم فلانكو على الشمال هنا؟ طبعا انت بس ممكن انت فاهم. احنا في زولومبيا. انت بس ممكن زولومبيا كده بعيد. او يا اسطى شفت على اسمه كذا فلانك على اسمه كذا لان هم على الشمال دلوقتي. يا اسطى بص جاي وبين هو فلوس. يا لهوي دمه فاسيه. اعمل لي اللقطة. اعمل لك البتاع؟ اعمل اعمل. كبرني يا رب. يسعد دينك. هموت 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 هموت. هو ايه البتاع يا اسطى؟ طيرتني كده ليه يا اسطى؟ انت شفت؟ ايه الطيرانة العبيطة دي؟ روحك يا ابني. طيرتك جامد. طيرتني موت يا اسطى. ايه ده؟ خد هنا يا اسطى. ثانية ثواني واني واني ثواني واني واني. ايه خد قدام. خدت واحدة الريفايف.
اكسبلود هنا على الصفر ده. عمل لك المسدس انا عملتها يا عم. لو طيرنا طيران مود دي تاني زوزة. كيف اقتله؟ قتله يا اسطى. حرام حرام. لو كانت تيجي من الاولى يا جدعان هو 12 كله مش حاجه وانا عارف بكده. بس والله العظيم يعني لسه اول جيم يا جدعان وانا ولسه ما نمتش. فاللي جيم الجاي احسن. فرجاله لو وصلتوا لاخر الفيديو ما تنسوش اللايك, اشترك في القناه, تفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. واحلى مسا عليكم يا رجاله, نشوفكم في فيديو جديد.